اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شني أحوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير الناس الكل. اليوم مش تعديوا معايا عشوية في الكوجينة باش نحضروا شاوي للعيلة الكل، كل واحد شنو شاهيلي، كل واحد شي يحب ياكل، برغم اللي أني عندي برشا بصراحة ما طيبت الهمش، معناها عادي جدا عادي جدا كل واحد يشتري حاجه، خاطر عندي برشا ما طيبتش يمكن 4 ايام، وعافي رمضان اخر رمضان كلت اللي هي تاني في الحلوم ما طيبتش. اليوم باش نخلص لك الايامات اللي ارتحتهم الكل. ولادي يحبوا على المسلم تاع الدجاج، راجلي يحب على الكفتاجي، اني حبيت على حلال مجاريه وما كتبتش. اني كما قلوا عندي روح رياضية، نحيد شهوتي وش نحضر مشاويهم وكل، بصراحة تعب ياسر باش يقولي لي كيفاش نطيب برشا حاجات. ولدي سالم كي دخلت الكوجينة قال لي تو تعملي المقارون. اول حاجة عملتها حطيت المي يغلي متاع مقرونته باش نحطها له طيب، واني نبدا نحضر في المكونات متاع الكفتاجي والدجاج. اول حاجة غسلت الفلفل، غسلت الطماطم، خليتهم يستقدروا خاطر من بعد باش نقليهم، ماذا بيا كي نرميهم في الزيت تلقاهم شايحين باش ما يهلكوا ليش الدنيا، واصلا اني ما نتحرقش بالزيت اللي بدا يتناطر. وتو باش نغسل الدجاجه متاعي، مديتها من البارح على اساس باش نقصها ونطيب بها عاديه، مقارونه يا كسكسي حاجه سهله. كي يشتهوا البصلي وليت قلت خلي نخليها كيك كامله، خاطر احنا كي نشريو الدجاج البنات نشريوه كامل ما نشريوش شي مقصوص خاطر حي. اما هذه خليتها على اساس باش نعملها مصلي في رمضان، ما كتبتش ما عملتهاش في اخر رمضان، هاني قاعده للتو. حكيتها شويه بالملح باش نحي كان فما وسخ في الجلده ولا حاجه، عملت لها كيف القماش حصيل. وتوا جيت باش نحضر البطاطا. البطاطا اللي عندي في الفريجيدير قصيتها خاطرني حاشي للكفتاجي وحاشي للدجاج. اليوم الخضره اللي عندي في الفريجيدير الكل استعملتها، ما حبيتش نقضي، قلت خلي نكمل العقاب الخضرة اللي عندي ونشري خضرة جديدة. هذاك علاش مش باش القاو، لاني عملت سلطة واني الحقيقة استنس بسلطة وحسيتها وليت حاجة لازمة في ماكلتي. باش نقص البطاطا كيك قصان عادي خاطر حاشي بيه للكفتاجي، كفتاجي مساسة نقصه مكعبات صغار، اما خاطرني حاشي بيه للدجاج قلت خلي نعمله فرد مرة. وكهو كملت كل شيء، فلفل هذاك وطماطم خليتهم يستقطروا، البطاطا خليتها في المي تخرج النشي متاعها، هذه المقارونه البلا الاول والشهوه الاولى حضرت، والدجاجه خليتها معناها ما عرفتش شنو الكلمه تتنقع ولا في القارص او الملح. وتو جيت باش نحضر اللفايح باش نفوحها قبل ما نمشي نقعد، باش من بعد كي اول حاجه هي تتشرب وتزيد نلقاها حاضره ديريكت نحطها في الفول. خديت مغرفه كليل، مغرفه كركم، فلفل اكحل، شويه تابل وثوم وزيت وشويه فلفل احمر وملح وشويه زعتر. للكليل ما عنديش برشا كليل، من بعد باش نزيدها كليل وباش نخلطهم كل بالخلاط باش الثوم يترحي والمكونات الكل تدخل في بعضها تولي كيف مسوس. اني زادة نقبت الدجاجة شوية باش تدخل فيها اللفاح باش نشوهاها شوية اما من بعد كي نعملو اللفاح متاعها ما عادش يظهر فيها شيء. نحاول اني ندخل اللفايح للداخل والبلايص الكل باش تشرب اكثر الفاح، على خاطر ما بيتهاش لي لان نحسها كي تبيت بالليلة تطلع ابن، اما حتى هيك شاربة فاحة خاطر ما شاء الله قعدت يمكن 3 سوايع، خاطر اني طيبتها عشية وبديت نحضر فيها يمكن نصف نهار. هذه الدجاجة بعد ما شربت الفايحة زدتها شوية كليل باش نزيد نخلطها تو، يمكن قعدت ساعتين وفي الخليط هذا حضرتها وركحتها ومشيت قيلت وحصل وعملت شوية مسكوات وتلهيت شوية بروحي بصراحة، على خاطر ما لقيت ما نعمل، وليت قعدت عملت مسكوات، عملت القماش من هالي مشيت لدانا ما عملتش القماش ما عملتش الماسك. واحد هنا يحاول انه يتفكر روحه ساعات، اذا مش تطيب قضية كل شيء. بك
تذكري ما حطيتش الكليل، حطيت الزعتر خاطر الحكه الكليل كانت اللوطه. هذاك علاش هي دجاجة صغيرة ماهيش شكل كبير، هذاك علاش ماهيش باش نغليها. كنت تفكروا هو اللي في عملتها في رمضان ولا اللي مسنسة نعملها ديما نغليها شوية. المرة هذه ماهيش باش نغليها لخاطر ديجا هي صغيرة ماهيش شكل الكبيرة برشا. ندخل الفايح الكل في وسط الدجاجة. ندخلها الفور على 180 درجة، نحل عليها كين من اللوطة ونخليها تطيب على راحتها، من بعد جست نشعل عليها من فوق نشوها. أما قبل كل شيء باش نسكلها شوية ساعة. باش نربطها شوية باش كي تطيب ما تتفركش، حابة تقعد شادة روحها. باش نعملها هيك باش تاخذ مده اطول من انها كي تكون مغليه، باش تاخذ اكثر برود في الفوق. لاني عندي فلفل والطماطم اللي غسلتهم بكري. اول حاجه باش نقليها هي العظم. العظم ديما نحطه في الزيت وهو يبدا بارد باش ما تتحرقش الكعبه وتبدا فيك الفقاعات، تبدا هيك منظمه من خير. كمان يتوا جوست الكفتاجي نحط فيهم عشوائي هكا اهو. ديما العظم تتحط في زيت يكون بارد. بعد العظم نسقط الفلفل نقليه والطماطم ما نعرفش ظهر لي الاكثر باش نرحيهم ونعملهم كيف الصوص. ديما كيف تحضر كل شيء، معناها تحضر كل شيء اللي باش تطيبه، ومن بعد جست تقعد لك وقفة الغاز وكهو ما تكون فيها حتى شيء. حطينا الدجاج يطيب وفيسع فيسع واحنا واقفين على الغاز نكملوا نقليه الحاجات هذوما خير ما تقعدت، معناها في وقتها نبدأ نقلي في العظم ونقشر في الطماطم نغسل في الفلفل. لالي تحضر كل شيء هيك مع بعضه ومن بعد تقعد لك كما قلت لكم كان وقفة الغاز فيسع فيسع نقليه كل شيء مع بعضنا ويوفى كل شيء. نزيدو شوية ونخرجهم خاطر نحب العظم يقعد رايب، نحبوش ودي ما احنا حضرنا مكونات الكل، ما بقى لنا كان القليان. حاجة سهلة على الاخر على فرد جنب نقليهم ونركحوا الكفتاج، حاجة سهلة على الاخر ما فيها حتى شيء غير الواحد بصراحة يتظم شوية من الكمية متاع الزيت اللي باش تهلك الدنيا. اول حاجة قليت الفلفل، اول حاجة قليت العظم باش الزيت متاعي ما يتحرقش بالفلفل والكعبات العظام يقعدوا مزيانين. قليت الفلفل، البطاطا ديك قاعدة تقلية وحدها في القلاية متاعها. ومن بعد باش نقلي الطماطم، مسانسة طماطم نرحاها طماطم ونطيبها كيما الصوص ونفوحها بالثوم ونفوحها بالكروية
والكم شويه كمون، خاطر اني ديما المقلي نحط فيه شويه كمون، الطماطم راهو يبننها على الاخر، حتى الكفتاجي نحط فيه شويه كمون، اما راهو ظهر لي متاكده يعني اللي الكفتاجي ما يحطوش فيه كمون، يحطوا فيه كرويه وتابل، اما اني نحط فيه كرويه بركة. التابل ما نحبوش جمله الحقيقه في اي حاجه، في سلطه مشويه ديجا قديش مره نعملها معاكم نحط كل الكرويه، التابل ما نحبوش بالكل. الكمون اضافه من عندي، وعندي اضافه زيادة البصل نحبه، تعرفوني في السلطه زيادة نحط برشا بصل، هذاك علاش الكفتاجي اليوم مش نحط فيه شويه بصل. نحط سنين الثوم، وبس نحط حاجه اللي نحبها ساعات نحطها ساعات ما نحطهاش، هي البصل اني اختياري يعني البصل اني نحبها بالبصل، انا اكيد بكل برشا يعني مش البصل، اما بصراحه نحبه على الاخر، اما مش ديما معناها ما هو شكل ديما، مره نحطه في السلطه مشويه، مره ما نحطوش، مره نحطه في الكفتاجي، مره ما نحطوش، اني هكاك ومخي كي بدا عندي القراع ما نحطش البصل، كي نبدا ما عنديش قراع نعملو هكاك، نعملو بشوية بصل. نتفقد البطاطا ما زالت شوية، وهذه تسمى اخر قلية، جوست ما زالت عندي قلية متاع بطاطا، القلية بتاع البطاطا هذيك للكفتاجي، والقلية هذه للفريت بتاع الدجاجة، هذه يمكن باش نخليها بعد شوية نكمل ركح الكفتاجي، وقت اللي نحس الدجاجة باش تطيب نحط الرمية الثانية بتاع البطاطا. لاني نقشر توا الطماطم والفلفل بالرغم هما سخان، نقشرهم باللي نقدر، كملت قشرت اللي قدرت عليه وحطيت البصل باش نحط والطماطم، نحط شويه بطاطا بالسكينه، واحده تعمل هكه، واحده تمشي على طول، واحده تمشي على العرض، من بعد مشيت جبت المهراس وهرست الفلفل كيما مسينسا نهرسو، خاطرين في كفتاجي ديما نعملو بالمهراس، وليت هرس خاطر باش نقعد برشا نتقلق بالسكاكن، نحب فيسع ونحسو ابن برشا يبدا مهرس على الاخر، معناها نحبو هكا لونو جاني مستحمر الخاطر كيما شفتو الفلفل احمر، جات شبه شويه للعجه، اني راجي ما في بالوش اللي هذيك كفتاجي تخلي من الخدمة ماشي في بالي وعجة وفريت العشي، قاياك ما عملت لي شاوتي، قلت له هو شاوتي كذية كفتاجي خلي منظر مش كفتاجي مع الفلفل الأحمر وفيها برشا عظم، حسيت الضرق وش عليها عجة وش عليك المشلوش هذيك، أما المهم بنين وكها ومش لازم المنظر يكون منظر كفتاجي، تصبر في روحي. حرق you
في ساعة ما حضرت كل شيء بصراحة ما شدش مني برشا إذا خطر كل شيء حضرته على بكري. تو باش نركح الكوجينة باش نغسل الغاز، خاصة في برشا دهون دونك باش نستعمل اني مزيل للدهون هذاك شريته. والله تعرفوا اني ما نستعملش برشا البرودويات اللي في الكوجينة متاع الدهون ومتاع الغاز والفور، اما ذاك شريته خاطر عندي كسارونة تحرقت لي، هزها راجلي وقتها في الزيتون كنت نتذكر وقتها مشي عاد تحرقت برشا، وليت شريته هذاك باش نحيت بيها كل الدهون والحراق اللي في الكسرونة متاعي. وليت اليوم استعملته رشيت عجبني على الاخر جست ترش وبعد تمسح، ما تقعدش حتى انك تغسل. اما اني غسلت وحكيت بالحكاكة، اما هو ما تستحقش انك باش تحكو، جست ترش على البلاصة اللي تحب لها، تحب الزيت متاعها يتنحى وتتنحى معاكم. هاني وريتها لكم هذيك ب3200 حاجة هكاكا، اما الحقيقة تنحي دهون معناها بصفة غريبة، ديريكت ترش تخليها دقيقة ترى تحت متاع الغاز وكل ترى اكحل. واني عاونتني على الاخر في غسيل الكسرونة اللي قلتلكم عليها تحرقت لي. اني هاني باش نحكهم هذوكم الحديدات متاع الغاز، اما هما عادي تجمع تمسح مسحان بيهم بمنديلة ويتنحى كل شيء. مش ديما نستعمل البرودوي هذا، يعني ما استعملتوش بالكل ملي شريته، وما كان اليوم قلت خلي نزر بشوية من غير ما نقعد نرش في الخل ونقعد نستنى فيه وكل. رشيد زاد على الفيونس اللي مقابل هذاك قد ما نحكه كل تحسه مستصفر شوية فك الخطوط متاع البيض. قد ما جربت ديما كيك خطر كمام، هو الله منه كما نقوله فوق الغاز وأبيض وما عنديش هوت حسيل، الحمد لله أنه جي هيك معناها لونه كل مستصفر شوية. من بعد ما ديت الدجاجة باش نحط لها شوية زبدة باش تعطي كل اللمعة المزيانة للدجاجة، لحد الآن حال عليها من لوطة بركة، نحل عليها من لوطة كو خاطرين الغاز يقريب شوية لبعضه، نحل من لوطة ومن بعد نحل من فوق. ما حلو هل دايما مدو اكية شو سمها دي؟ من تاتا أفضل يا جاجة جاجة مصرية جاجة مصرية أفضل مني هذا الكفتيجي أفضل بيت مني ودي يحب ده ياكل ضاي ما عاش يحب ياكل دير حصل. وهذه الدجاجة بعد ما حضرت شوفوا المنظر بتاعها، ما عدونيكي يا هات هات كيكي ني سالم بيه. نمشيو تو نحضروا الطاوله، نهزوا الخبز، ما عملتش سلطه بصراحه خاطر ما عنديش خضره، اضيع في الفريجيدير كل طيبت بيه اضيع شنو عندي اضيع لي طيبنا مزيت مي هاي برهز المي وهز الخبز هاي نمشي نحضر الطاوله. ها هيش وهيك كملت كل شيء باش نعمل كوبايتين لبن بنسكافيه. راني مغرومة بك اللي عندهم قنوات مصرية والإنسان المصريين، مش الكل الحقيقة، عندي زوز نحبهم نموت عليهم نهار كامل 24 ساعة. القناة اللي أنا نحبها ديجا حكيت لكم عليها، قناة سمر اني نحبها على الاخر، 24 ساعة حطتها في الكوجينة بحذية وإلا حتى في الدار، ونهار ووقت اللي تهبط هي فيديو نسيب الدنيا كل ونقعد مركزة معاها قديش يعجبوني، نحسهم على طبيعتهم اللي فما صدقوني والله العظيم اللي نتبع فيهم معناها اللزوز نتبع فيهم معناها ما شاء الله عليهم وربي يزيدهم رزقه. مستواهم معناها المعيشي باهي، تبعوا فيهم برشا، لكن كل شيء على طبيعته، كل شيء باللي موجود تعملك الحاجة توريك كل شيء، يعني تقولوا ايه انت تحبوا ما احنا شيء منا، بالرغم اللي هما مصريين يعني اني نتفرج عليهم صدقوني لعمري حد ما فهم حتى شيء يعني جربته من ماكلتهم، خاطرني الماكلة متاعنا وماكلة المصريين بعاد علينا شوية، اما نحبهم على الاخر نبدأ نتبع فيهم يعني من فلت حتى ثانية ومن
قفلت حتى لحظه الفيديوهات نتاعي. تابعوا فيا برشا من المصريين، نبعث لكم تحيه كبيره كبيره، راني نحبكم ونحب لغتكم ونتبعكم برشا برشا برشا. دي من بكري شادت جرتي على باكل ماجور. هذا ملح وهذا سكر، هذا السكر وهذا قهوة. نحط السكر ونحط القهوة خاطر ديما راجلي بلي باش نحط له سكر وقهوة لازم باش يزيد. يعني ساعات نشربها بالسكر كما تو باش نشربها بالسكر، برغم لاني اليوم ماكليت حتى شيء فيها سكر، وما حتى الحليب قهوة الصباح ما شربتهاش، هذاك علاش اليوم تشجعت باش نشرب قهوة. على الاخر ولدي راه حاجه جديده لازم ياكلها. ان هيك نوصل بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله يا ربي الفيديو نتاع اليوم عجبكم. ما تنساونيش في اللايك، بربي لا تنساو اللايك باش الفيديو يوصل اكثر ناس اخرين، وباش عائلتنا تكبر ومحتوى قناتي يزيد يكبر ويزيد يتقدم بكلامكم وتشجيعكم. ما تنساونيش في اللايك والكومنتير المزيان اللي كيفكم، نحبكم برشا برشا وبسلامه.